اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد وشرح جديد. معي انا الاستاذ سلمان، راح نشوفه مع بعض اليوم حل هذا الموضوع اللي عاونكم في المراجعه للفرض والامتحان. هذا راح يكون موضوع في اللغه الانجليزيه خاص بالسنه الثانيه متوسط. تبعوا معي الفيديو الاخير، اكيد راح تستفادوا وراح تفهموا اشياء كثيره. Today is the first day of sacred month Ramadan. يعني اليوم هو أول يوم في الشهر رمضان الكريم. أكرم is so happy. أكرم سعيد جدا. Because he is fasting for the first time. لأنه سيصوم لأنه صائم لأول مرة. His mother is asking him to buy the necessary ingredients for dinner. يعني أمه أم أكرم طلبت منه شراء المقادير الضرورية ولا المواد الضرورية للعشاء للفطور، أكيد لأنه شهر رمضان. أكرم is at the supermarket now. أكرم في السوبرماركت الآن. With his father يعني مع أبيه. He is hungry. إنه جائع. But so excited to help his parents. يعني إنه جائع لكنه متحمس لمساعدة والديه. He wants to buy. هو يريد أن يشتري 4 chicken breasts. يعني 4 صدور دجاج. Half a kilo of lamb leg. يعني نصف كيلو لحم. لحم الخروف. 2 cartons of apple juice. يعني زوج علب، زوج كرتونات تاع الجوس تاع العصير التفاح. الكرتونز هذوك كيما تاع هذوك تاع الفيتاج. عندنا 200 غرام تشيز، 250 غرام تشيز اند باتر. يعني 250 غرام تاع زبده، تاع جبن وزبده. هالف كيلو اوف ديتس، نصف كيلو تمر. اند 3 لافز of bread و ثلاث أرغفة خبز. كي كان هذا تكس تاعنا، قرينا تكس وفهمناه، عرفنا النطق الصحيح، القراءة الصحيحة، وشفنا المعنى تاعه. نقدروا نحلوا هذه الأسئلة بكل سهولة. شوفوا بارت 1 الجزء الأول. reading comprehension أسئلة فهم النص. activity 1 التمرين الأول. read the text and complete the shopping list of Akram. اقرأ النص وأكمل قائمة المشتريات تاع أكرم. اوكي، عندنا هنا هذه هي shopping list. اوكي، يعني أكرم واش راح يشري. شوفوا اللي هنا في التكست، كي نعاودوا نشوفوا عرفنا باللي راهو أول يوم في رمضان وهذه أول مرة يصوم فيها أكرم. اوكي، وطلبت منه الام تاعو انه يشري مقادير ضروريه للعشاء. اكرم راهو الان في السوبر ماركت مع الاب تاعو. واش راح هي وونتس تو باي، وهو يريد ان يشتري واش 4 chicken breasts. اوكي، يعني اول حاجه هي حاب يشري 4 صدور دجاج. نقولوا يعني في شوبينغ ليست واش نحطوا، نكتبوا 4 chicken breasts. اوكي، 4 صدور دجاج دي اول حاجه. زيدوا شوفوا لهنا عندنا half a kilo of lamb leg، يعني نصف كيلو لحم خروف. half a kilo of lamb leg. عندنا 2 cartons of apple juice، 2 علب تاع عصير برتقال. 2 cartons of apple juice. هاي مكتوبة هنا في النص، هاي أنا كل شهر نجبدو فيه من النص. هذه 250 غرام تشيز اند باتر، 250 غرام جبن تشيز اند باتر زبده. اوكي، حتى
يعني half a kilo of dates. half a kilo of dates يعني نصف كيلو, نصف كيلو تاع تمر. half a kilo of dates. وش عندنا كذلك؟ three loaves of bread. three loaves of bread يعني ثلاث بانات خبز, ثلاث أرغفات خبز. three loaves of bread. اوكي هذه هي الإجابة, هذه هي shopping list تاع أكرم. تقرأ الأكتيفيتي 2. Read the text again and answer the following questions. أقرأ النص مجددا وأجيب على الأسئلة التالية. شوف إيش قال لي هنايا. Is Akram fasting for the first time? Is Akram fasting for the first time? يعني هل أكرم يصوم لأول مرة؟ إذا في هذه الأسئلة راح نجاوب دائما ب yes or no. Yes, نعم أو لا. أوكي شوفوا في التكست, هل أكرم يصوم لأول مرة؟ شوفوا في التكست, شوفوا إيش قلنا. Today is the first day of sacred month Ramadan. Akram is so happy because he is fasting for the first time. يعني لأنه يصوم, هو سعيد, أكرم سعيد جدا لأنه يصوم لأول مرة. Okay, إذن هنا شو حتكون الإجابة؟ Yes. Okay. نعم. Yes. Akram is. نقوله yes Akram is ولا yes he is. Okay. Yes. He is. لا هي هذه ترجع على أكرم. أوكي أكرم لأنه هي مذكر, حتى أنا yes he is من جنس مؤنث نقول yes she is. أوكي بما أنها نعم راح نقول yes he is. كون جات العكس, كون جات no نقول no he is not. أوكي سؤال ثاني. How many chicken breasts does he buy? How many chicken breasts does he buy? يعني كم عدد الدجاجات, صدور الدجاج التي اشتراها هو, اشتراها أكرم. اوكي هنا راهو السؤال راح يكون على شكل جملة, ماهوش تسألنيش هل, يعني راح نجاوب انا, مانيش راح نجاوب لهنا بيس ولا نو, راح نجاوب بالعدد. قال لي كم عدد. اوكي شوفوا كي نرجعوا للنص, شوفوا ايش قال. He wants to buy four chicken breasts. four chicken breasts هذا هو العدد, اربع صدور دجاج. اذا هنايا باش نقولوا, حنقولوا هو يشتري, هي بايز, قال لك كم عدد صدور دجاج التي يشتريها, التي هو يشتريها. ها راح نقولوا هي بايز لانه بهي. اوكي هذا اسالني بداز. اوكي حنقول هي بايز هو يشتري ماذا؟ four اربع four chicken breasts. okay four chicken breasts هذه هي إجابة. he buys four chicken breasts لأنه سألني على العدد. activity 3. match the following words with their definitions. هنا يا أربط الكلمات التالية بتعريفها بلا بمفهومها. أعطاني words الكلمات وأعطاني definitions اللي هي تعريفات. okay butcher, butcher هو جزار. green grocer, green grocer هو البقال, هو الخضار. supermarket, supermarket كما تعرفوا هو سوبرات. okay definitions قرينا هذو فهمناهم عرفناهم. شوفوا definitions. a person who sells fruits and vegetables. a person who sells fruits and vegetables يعني الشخص الذي يشتري الخضار الفواكه هو عفوا الشخص الذي يبيع الخضر والفواكه والخضر. شكون هو في رأيكم؟ large shop for selling food. large shop for selling food يعني محل كبير لبيع المأكولات. a person who sells meat and poultry يعني الشخص الذي يبيع اللحم ولحوم الدجاج. إذن butcher شكون هو البوتشر؟ butcher هو الشخص الذي يبيع اللحم والدجاج. اذا راح نديروا هذه, احنا نربطوا butcher مع a person. شو نقولوا butcher يعني a person who sells meat and poultry هو الشخص الذي يبيع الدجاج واللحم والدجاج. green grocer, green grocer شو نكون؟ يكون
a person who sells fruits and vegetables. Okay. هذه green grocer. Okay. الشخص الذي يبيع الفواكه والخضر. Supermarket. حنديروها نربطها مع large supermarket. وش هي؟ هو large shop for selling food. يعني محل كبير ولا محل واسع لبيع الأغذية، لا المأكولات. وهنا نكون وصلنا نهاية الفيديو تاعنا اليوم. بما ان جيناش فيديو طويل، راح نخليو هذا الجزء، الجزء هذا راح نديرو الشرح تاعو بالتفصيل في الفيديو القادم بإذن الله. تابعوني دائما وخليو لي تعليقاتكم. نتلاقاو في فيديو آخر ان شاء الله. نقول لكم سلام.